بعمل شخصية عايدة الجدع، بنت سيد الجدع. عايدة شخصية عنيفة شوية، بتزعق صوتها عالي، فيمينست، هي بتحاول تجيب حقوق المرأة، وبنت وسط أربع ولاد، فهي تحس كده إن هي إيه، تحس إن هي ولد، فاهمة؟ بس بنسبة كبيرة قوي زي ما أنت شايفة كده. شوية شوية، عشان كده أستاذ شادي كان مصمم، أستاذ شادي كان مبسوط قوي. مفيش صعوبات، يعني كان في صعوبة، بابايا تعب، فهي دي كانت الصعوبات. غير كده الفيلم كان تمام، صوتي كان بيروح شوية في المشاهد، فكنت بدبلش بقى بعد ما الفيلم ما بيخلص. جو حر قوي صح ولا ايه؟ جو حر موت، انا هموت من الحر. انا مبسوطة قوي ان انا اتعاملت مع استاذ بيومي، استاذ بيومي زي العسل، انا بموت فيه بجد. نفسي اشتغل معاه تاني وتالت ورابع، ده تاني اشتغل معاه تالت ورابع وخامس بقى. في حاجة تتمنى لحد دلوقتي؟ لا، بس ان شاء الله ممكن يبقى في حاجه في رمضان، بس مش عارف اقول اي حاجه غير لما تبقى اكيد، فاهمه؟ لا مش قلقانه خالص، يعني انا عارفه ان احنا عاملين شغل حلو، كلنا تعبنا، بس الشادي تعب معانا قوي عشان يطلع حاجه معينه في دماغه، فاهمه حاجه؟ بس